رجالية. فانيلا رجالية. شورت ولادي. شورت ولادي. شو هيدي؟ عباية رجالية. عباية. ادخل الباب مفتوح. مرحبا. يا أهلا. كيفك ست ليلى؟ مرحبا. كيفكم؟ يا هلا. تفضلي. كيفك يا لقمة؟ أنا مش لقمة، أنا فقمة. هاودي شوية ثياب من أختي فقمة. شكرا. شوفيهم شو هني. هلا بدنا نشرب قهوة سوا، ما هيك؟ إيه، بس ما روح شوي عند مات الأستاذ زكي، اللي عندها شوية ثياب بدها تعطينا إياهم وكتب. كتب؟ منيح كتير كتب، في ناس كتير عم بيسألونا عن الكتب. ها جمع على خير إن شاء الله. خير. شوفي عم نلم أغراض من الحي مشان نوزعهم على المحتاجينهم. الله يجزيك الخير، لو كل الناس بتتعامل مع بعضها بهالشكل كانوا بيعيشوا فيه وآمن وسلام. نعمة، شو رأيك نشرب عنا فنجان قهوة؟ يلا ما في مانع. طيب عن إذنك ست ليلى، بدك مني شي؟ ولو يا سوسو، بدك تكملي تجيل الأغراض؟ ما لنا شي، بكرة بنرجع من كافي. بالإذن، مع السلامة. الله معكم. باي بالإذن. مالي؟ أهلا. أنا راح فوت أعمل فنجان قهوة. يلا ناطري. يلا ما تطولي. أهلا 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 وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا فيك درباز. حضرتها أختي؟ أي نعم. كنت شوفها واقفة بالشباك ومرة كمان شفتها عم تبكى يا حروف. كانت عم تبكي على المرحوم. ومين هو المرحوم؟ جوزة ما مات بحادث السيارة. شو بك يا عمي؟ اشو صاير لهالناس اللي عم يموتوا بحوادث السيارات اكتر من اللي عم يموتوا بالمرور؟ شايف يا درباش؟ شايف. أنا ما في يوم، ما في يوم زعلني. الله يرحمه. لا تبكى لا تبكى، انا قلبي رقيق. شو بو درباش عم يندو؟ تعال اسمع المرحوم شو كان يسمع منه وشو كان يحبه. وانت شو دخلك؟ لو كيف شو دخلنا؟ ما انا قلبي رقيق. درباز روح شوف لك شي شغله شي عامله، حاجه قاعد كل النهار بالبيت. عاش. هلا انت هاك انت تقولي للمرحوم؟ الله يرحمه ما كان يخليني افتح تمي، كان يعرف كل شي بدي اقوله. الله يرحمه. درباز شبك شبك شبك، رح تموتيني فقع. يا حرام، شايفين رح موته فقع. ليكا انا لو ما كنت بسبع رواح ما كنت عايش معك فهمان. درباز شو هالحكي؟ شو له لزوم هالحكي هلا؟ له لزوم والنص ولا طاولة بالي. كلهم هيك بيكون الحق عليهم بحطوه على غيره. اشربوا قهوه. شو رايك اجرك هالقهوه الشهراني اللي باقي من اجاري؟ لا يا ابو مطلع استأذنا طعن وما طلع من نتيجة. طلني شو هالعلق؟ شو هالعلق يلي استأجرت هالقهوة؟ ما بعرف. طيب شو رأيك يا أبو نصلا تطلق هالقهوة ونلدها لتكلي وتقبض لك 2000 نضاف؟ شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ جد ونط. طيب شو بدي أعمل؟ شوف يا أبو نصلا، هيدي التكلي فلت علي أنا لتبلك كان ليلة نضاف من خيك تكلي. شوف يا فهمان، إذا بترجع لي من المعلم شكري أجار الشهرين اللي باقيين من القهوة لك مني هدية حرفينة. إيه لا، لحلا طلع لك أجرة سنة مثل ما هيك. عم تتمسخر علي؟ لا يا أبو نطلة. شو أجرة سنة؟ طيب شكري بيدفع أجار سنة؟ طيب بتريد أستغل علي يا أبو نطلة؟ وهي لقتي إذا نزبت لك أجرة سنة دعوتني. طبعا بدي دعوتك. بس قلني عطيك لي بس حتى أفهم أنا وياك. طيب لنشوف. مرحبا دلبيه. لو يا دلبيه ما في مرحبا؟ ما في كيف هيك؟ بكى فهمين قبل كل شيء. قلب شو بدك؟ إذا أنت مهموم أنا خيك، افتح لي قلبك وأنا بساعدك يا دلبيه. لك يا فهمين هالدنيا منا سيعتنا. ليه خير؟ شوفي يا دلبيه. لك يا عمي أنا بعرف بدي افتح لك قلبه وقلبي مسكر وأسود. يعني في شيء بينك وبين سعدية؟ لك يا فهمين كل ما عملت شاء او صار شاء بيجي
ابو سليم ابن عمه وسعديه بيهتونا وبيربحونا منيه، اقول هن عم يطعمونا ويسقونا ويلبسونا. لا اما ابن حق ابدا يا دي البيت، ولو سو انت كمان للذين ما عندك كلام. ايه دي اللي مزعلنا؟ البيت. انت شو في بينك وبين الست؟ ابدا ابدا، بس كانوا عند ابن عمي ابو سليم. ايه بطلت على بس، شو كنت عم تعمل عند ابو سليم؟ انا ما حكيت معه، كانوا عم يشربوا قهوه هي واختها وسعديه. بحيات البيت فهمت اللحمه. هيدي الظاهر السعديه بدها تخطب الخيه ابو سليم. اولاك طبعا بدها اولاك وما اولاك، بعد ان البيت شو دخل هيد بيت اذا انت فكلك هي هيدا ما له علاقة بهدي بنخطب لك اياه. لك يا فهمين ما بعرف ليش بس شفتي قلبي فتح لي. طيب يا دلبير وسعدية شو بتعمل سعدية؟ لك انا ما بدي سعدية، ابن عمي ابو سليم هو لبصني بسعدية تلبيص، انا ما بدي اياها. لا معك حق كمان يا دلبير، انت كمان افتك لو واحد عنده بلوة او لطة بيجي بلطك فيها لازم يكون عندك استعداد الحكي انت ويكون عندك نزولية وكرامة. شوف يا دلبير، شو لا يا دلبير انا اخطب لك ايه؟ قاش؟ ايه بدي قاش، انا بخطب لك ايه؟ فهمت؟ عند بات؟ انا على علمي يا دلبير عند بات وزوجي طلعت لي بكب كبير مثل تغلى علاقهم وتولدته بعد ما مات. هذا الملحوم الاولاني. ملحوم الاولانا؟ لكن ما هي عندها ملحومان. وانت الملحوم الثالث ان شاء الله. عن الملحوم الثالث؟ اكتشف فيها يا بالبيت. لا السعديه كم الله زوجي؟ مرتا انا وانت الثالث. هيدي اخذت ملحومان وانت الثالث بتكون الثالث حبتي. ايه كيف بدك تحكي لي معي؟ هيدي فيت الثغلة علي انا يا دلبيت واخدها من ايدي ايد بايد. طيب كيف بدنا نفتح الموضوع مع سعدية؟ شوف يا دلبيت. ايه بتلوع عن سعدية. ايه ثم بتقلك ثم بتعملك ثم بتساوي على طول بتنفضيتك هيك وبتطيس الثلث تيسه وبتنزل عياط وصليخ وضرب قتل 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 قتل. واذا اذا اخوه ابو صليب بالموضوع اطلقوا قتل بالطليب. عجبتنا. لا شبك 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 شبك، انت حرقت لي تمها. شو صاير عليها؟ عم يشرب القهوة. شبك ما مشى فكري انه شبك ساري صوفي مثل كأنك حامل هم الدنيا. شوفي مخجول منك ابو سليم، مخجول مني. مخجول مني ولو يا اصحاب، بين بعضنا بدها خجل وما خجل، ما نحن اصحاب واهل. الحيو ابو سليم. ايه الله يفرحنا فيك، بتعرف انه هالبنت بدنا نخطبها. ايه وبدهم يجوا اهل العريس مشان يخطبوها ويعلموها يعني. ايه باباتنا صغير نحن. جاي تعزمني انا؟ لا انا جاي لعندك وقلت ما في غير اخي ابو سليم بحل لي هالمشكله. ايه شو هي؟ عيرني بيته ومشان نستقبل اهل العريس هو اللي عندك. ولو غالي وطلب رخيص ولو يا اصحاب، ما بس يجوا الضيافه والشراب والقهوه وكل شيء احسبي انا. ولك ممنونه. شكرا شكرا، كتر الله ان شاء الله وقت فرحتي. هيدي بنت خاينه. إيه؟ بس ما قلت لي هيدي اي نمره من نون؟ 17. عم اقول لك اي نمره اي بنت منهم؟ بتقول لي 17؟ ليش انت عندك 17 ولد؟ بنات؟ إيه؟ انا عندي 4 بنات وصبا. إيه طيب هاي اي نمره؟ الثالثه الرابعه؟ نمره شو؟ ولك نمرة البنت بقصد يعني اي بنت منهم، اي اصغر وسطونية صغيرة الكبيرة اي وحدة. ايه 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 الاخرونية. ايه اللي الاخرونية. ان شاء الله ان شاء الله بنفرح مني. الله يحفظك ونشوف ولادي. يلا معقولة فاتنا الترين يا اصعود؟ ليش لا، هذيك اليوم في ناس اتجوزوا اكبر منك وخلفوا كمان. صحيح. ايه يلا لكان في امل. ايه لا تخاف. ايه اهلا. ما هو هالشنطه اللي نتعب جايبها لشو هاي؟ شنطه شو؟ هالشنطه اللي معك لشو؟ ما دخلنا انا بالشنطه. ها ما انا لك؟ لا انا ما لي علي انا بالشنطه. لك وين يا سعديه؟ سعديه؟ ما انا عارف انا لشو جاي لعندك؟ لا ماني عارف.
أنا ما قلت لك؟ لا، قلت لي إنه بدك مشان تاخذ البيت تستعيره بدك تعمل إعلامي لبنتك وتخطبها عندي لأنه بيتك صغير وبيتي أوسع، صح؟ أنا هيك قلت لك؟ سعدية بدي خطب بنتها؟ ليش بدي خطبها عندها؟ أنا بعرف أنت عم تقول هاد، شوفي مين عم يدق الباب. أنا عم أقول يا أبو سليم. مضبوط هالعام. لا لا لا، عدلك إيش خشيت يا أبو سليم؟ زحار الباب. أهلا أمين. مرحبا سعدية. أهلين، تفضل. أبو سليم. أهلا يا أبو سليم. يعطيك العافية أبو سليم. كيفك؟ أهلا أهلا. كله اللي عليك. لك شيء لما خلقت شكله بدأ. هذا جزر. لشو الجزر؟ فلو؟ ما بتعرف إنه أكل الجزر بيقوي النظر؟ هلا انت جايب لي هالجزرات لتقوي لي نظري يعني؟ بعدين هيدي الجزره بتجيبها بتقشرها بتغسلها بعدين بتاكلها. خلص حطهم هون، خلصنا هيك، خلصنا هلا نخلص من هالبلوى، ما نبلش بهالبلا، وبعدين اشو في غيره بقى جاي ما نعرف حالك، شو جاي تعمل نتوتي؟ قوم خلع خلقتها. انا بلوى يا ابو سليم؟ انا بلوى؟ ولما انت عم تقول جاي بدك تستعين البيت لحتى تخطب بنتك؟ أنا قلت لك هالكلام ده يا شيخ. أنا جاي ما جاي لعندك. لك أنا جاي شوف سعدية. ها؟ إيه جايب لك تيابي اللي طلبتهم منها. هلا صورة الشنطة إلك مبين. إيه هيدي إلها. إيه سعدية صوتي. شو السبب؟ شو السبب؟ شو صايبه هذا اليوم؟ إيه مسكها. هدول التياب في كل شيء. هدول زغروا على الولاد وجايب لك انه من شان الحديث اللي حكيتيني هو. ممنونتك انا. تكرم عيني. لاش سعدية بتلبس هاك تياب؟ لا يا امين، نحن عاملين بالحي لجنة بتستلم التياب يلي منن لازمين ومنسلمهم لناس محتاجين. يلا انا رايح بخاطركم. كل شيء، التياب، سكربينات، كتب، كل شيء. يلا بخاطركم. لا تشوفها. شبي. لوين رايح؟ رايح على بيتنا. والشنطة؟ شبي الشنطة؟ الشنطة تبع تياب الولاد. يا عمو أسحر، انت جبت لي الشنطه لان التياب زغروا على اولادك مشان اعطيهم لناس محتاجين. مزبوط. ايه هي صح. عفوا لا تزينا، بس خلي لي الشنطه عندي على راسي. ابو سليم، ما عرفت لي لشو انا جاي لعندك؟ روح من خلقتي وصلت معي منك لهون. عم فهمك؟ لا وصل لهون. وصلت لهون؟ وصلت. لا اوعى تطلع روح، بعرف انا وقت بتطلع. بعرف. خد. مع السلامه. يلا خلصت من اول واحد. انت شوفي غد الله ساعدك. سعدية اذا طلع معكم شيء يا سيدة هلا معطر جيبوا له يون اعطوا يون خلي يلبسهم هذا. لا 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 انا ما بقبل، بدي سيهي بعدين ابو سليم. ايه؟ انا جاي لعندك. ايوه. مشان تشوف شو بدي اعمل. شو بدك تعمل بقى؟ شو جاي لعندي بدك تعمل؟ فهمنا. انا بس اجي بدي نام. ايوه. بيسيروا ايدي من هون يوجعونا. ايوه. واجري كمان. ايوه. ايه بيوجعونا طبعا، بدهم يوجعوا. منات عجازن صبيت كل واحد بتحط فيه 5 كيلو 10 كيلو بيصيروا 2 حاملن وماشي كل النهار عم تفتل وتبرو. معلوم بدهم يوجعوك كتافه. شو ويوجعوك اجراك. شو انا بدك اني ما اشتغل؟ لا، يلي بعمرك وبسنك وبوضعك ايه لازم يشتغل على رواق على مهله، يشوف له شيء قرنه يوقف فيه. ما كل النهار حامل جازم صبيت وعم يفتل ويبرون. اللي بسنك لازم يرتاح وما يتعبوا هالقد كل النهار من عبكره لعشيه. رحت على المستوصف. ايه. والخد اسبرين. لا لا، انت ما بدك اسبرين، انت بدك فحص دم وفحوصات عامه شامله. شو انا؟ ايه من نام بدي روح اعمل فحص دم يا شحورة؟ انا ما معي اكل، معي ادفع فحص الدم. على كل شبيك بكره منشوف. ايه؟ بركي وزاره الصحه بتعمل هيك موضوع، يعني بتعمل فحص دم والى اخره على حسابي. اذا كان معقول بنعمل لك اياه، واذا ما معقول بنشوف كيف بنعمل لك لميه ونظبط لك اياه. انا ممنونك ابو سليم، كتر خيري. انا هلا رايح شوف شو عندي تياب بالبيت وجيب لهن لسعديه مشان تفرقني. ولك يا ابني حاجه تجيب. روح 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 شوف شغلك. تعال من جزمرت وخذوه. تصدق يا
أنا بعد الدرجة اللي بدي شو صار ليقول صارت فيها أولي. بس يا خيي بتصدق ما حدا عم بيساعدنا إلا هالناس اللي أحوالهم عارضة. لك يا أختي ليزي ما مفهومها كل الناس تعرفه قال ما بيحن على العود إلا لقشرة لنشوف هيدا هالعطرة وعطرة. خير إن شاء الله. شو مبين سوسو عم تبكي خير؟ متزعلة هي ودرباس. لا لازم نوضع له حد فورا. بيلبق له لآن. لا لا ما يهمك أنا هلا بحكي معه. بسيطة روقي يابا أنا هلا بحكي. يعطيكم العافية. مع السلامة. مرمر يرضى عليكي قومي اعملي لنا فنجان قهوة. ليش يا ماما البابا جايب لنا قهوة. شو عم تعمل؟ شو جايبني عم بعمل؟ شايفك عم تاكل لبنة وزيتون مثل كل مرة وزيتون ولبنة. شو بدك الواحد ياكل بس جوع من النوم؟ سودة، خعوط، دجاج، كاستلتة، سنيسيل. ها؟ لكن هودي بيفتحوا عيونهم من النوم بيقوموا بياكلون؟ ايه طبعا انا بحبون. بس انا ما بحبون. بس انا بحبون. ايه وقدامك بتحبون وبتريدون حضرتك. ايه تفضل اللحامة بعدهم موجودين روح جيب كستلبتة وانخاعات وسنيسيل وعاد اطبقتهم. ايه خلص خلص فيني اعرف وان هالست المصون يلي ما في مرة جيت عالبات والعيته. لا قدر بيز ما تدخلني بينك وبين مرتك عم فهمك. ها تركني انا منك ومن مرتك عم بدي اقعد قاضي شرع بينك وبينه. عاش هلا الواحد يلي لازم يعرف يعني الواحد ما لازم يعرف وين مرته بتروح وين بتجا. هلا بس تيجي اسالك. ايه شو في صوت تواصل على الشارع؟ تفضلي. وقلك عان عم تحكي كمان؟ ايه عينتين. وين كنت لهلا؟ وين بدي كون؟ في شويه تياب اخذتن للست ليلى. منو مزبوط هالحكى. وين كنتي اولى؟ شو هالحكي يا دربيس؟ انا عم اقول لك وين كنت قولي فهمه ليكا. طول بالك طول بالك لك يا البيت. انا عصبي يا ابن عمها. شو صاير لك لمين عم يوزع راسك صاير هيك ما عم تتهدى؟ انا ما حدا بيوزع راسي ابدا ابدا انا راسي بيوز لحوله. ايه بالبقلك تحكي هالحكي ليكا. لازم تعرفي انه هالعيشه انا ما عجبتني ابدا ابدا فهمه. غيرها بغيرها. لك شو هالحكي اللي عم تحكي انت وياها؟ شو قصتكم عبد الصباح؟ انا بعرف شو قصتنا. يه ولو يا درباس انا يا درباس انا لو كنت عندك خادمه ما كنت عملتني هالمعامله. ايني معامله؟ انا لو كنت عندك خادمه كنت بدك تترجيني حتى جيب لك كبايه مي. كنت كل شهر بدك تدفع لي 100 دولار. ايه بس الخادمه ما بتورتنا. ايوه اورتها يا حسرة. لشو في عندك حتى قورتك غير هالشروال اللي بتنطرني حتى اغسل لك ايه مشان ترجع تلبسه. وبعدين قاعد عند خيي اكل نايم شارب يا عيب الشوم عليك. لا لا, عم... لا 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 لحد هانو بس. انا ما عاد فيني اتحمل اهانات فهمه. بكره كل واحد يوصل لحقه. لك يا درباس طول بالك روح شو وسطك. ما بدي طوله. وانت شو قصتي؟ شو قصتك انت؟ ليش عم تحكي هيك معه كلام؟ ما بتعرفي هذا عقله شرطان بخرج اخوات؟ يا خيي ما عدت فيني، رح طق، ما عدت فيني اتحمل. طيب، شو بتريدي نقول؟ شو بتريدي نقول للناس بكره إذا عرفوا إنك أنت اختلفتي أنت ودرباس؟ حنقضي عمرنا كله خلاف، كل ما خدتي وقعت تختلفي أنت وياه. يا خيي تقول الناس اللي بدها تقوله، مش أحسن ما أنا طق ووفى عن القهر؟ يا عمي، شو العمل مع هذا اللي اسمه درباس بقى عند الآخرة؟ سمّل لي بدني ما عاد فيني نفس اكل. عوافي سيد شكري. اهلا اهلا بالاستاذ بلبل. يا اهلا وسهلا. شو بين رجعت استلمت القهوه شيخ؟ قل لي يا استاذ بلبل. نعم. شو سمع لنا اخبار؟ اي اخبار؟ الاوتوستراد. اي اوتوستراد خير؟ شو القصه؟ منك سامع انهم بدهم يفتحوا اوتوستراد بشارعنا؟ لا لك انا اسمع ولحق حالك. اوتوستراد يا استاذ بلبل عرضه 40 متر.
هلا بدهم يفتحوا اوتوستراد من هون؟ لكن من وين؟ وما بس هيك، عم يتصلوا بالمستأجرين. هلا لهم 100 سنة بيقولوا هيك، بس إذا فتحوا الاوتوستراد من هون رح يهبطوا نص البلد. ما المشكلة هيك؟ المشكلة إنه صرت قارئ 20 جريدة ولا جريدة كاتبين عن هيك مشروع. هلا يعني بقدر هيك أفهم إنه يعني أبو سليم رح يقبض تعويض؟ لا ما حيقبض تعويض، حيعطوه بدل التعويض شقة سكنية ملكا له. شو هالحكي يا شكري؟ ايه عم قل لك وفهمك يا أستاذ بلبل. مرحبا أستاذ بلبل. أهلا أبو نصر، أهلا. شو هيدا أستاذ؟ شو هيدا؟ هيدا جاكي؟ أعرفها جاكي. معقولة يا أستاذ؟ نحن بنبعت التياب لمرتك مشان توزعها للناس المحتاجة، بتقوم بتلبس الجاكيت؟ ليش ما في غير جاكيتك يا سيد أبو نصرة؟ لا ما في غير هالجاكيت، لأنه هيدي الجاكيت خيي اللي بكندا الدكتور هو جايب لي إيه. ها؟ طبعا من كندا جايب لك إيه؟ طبعا. من هيك هم ببرد لك البعدك. شو هالأستاذ بالبول؟ معقولة يا معلم شكري؟ نعم. بنبعت التياب للناس المحتاجة بيقوموا بدل ما يعطوهم للناس يلبسوهم؟ دنيا غرورة يا أبو نصرة، أنت لو أعطيتني هالتياب لي أنا كنت وزعتهم أحسن للفقراء المحتاجين. معلوم أحسن. شكرا. نعم. إجا شي صوبك فهمين؟ يا أبو نصرة معقولة هيك مشروع طويل عريض أوتوستراد عرضه 40 متر ما يكتبوا عنه بالجريدة؟ طبعا طبعا ما حيكتبوا عنه، لأنه إسا ما بلشوا بالهدم، وبس يبلشوا هبكتبوه بالجريدة. معقولي معقولي. مرحبا شكرا. أهلا. شفت لي أبو سليم؟ شو بتريد منه؟ في معي شوية تياب لألا أنا كنت أنا أستعملهم، بدي أعطيهم مشان يفرقوا لناس بيستهلوا. ليكو مين عم يتبرع بتيبه؟ لك يا أمين أنت بده مين يتبرع لك بتيبه؟ ما بتسمع المثل شو بيقول؟ وشو بيقول؟ ما بيحن على العود إلا قشرة. قشرو؟ بكرة بيلبسهم بنبل يا قشرو. لا أنا ما بدي أعطيه إلا بنبل، أنا بدي أعطيه إلا سعدية. ليش ما معكم خبر؟ شو خير؟ درباس ترك سعدية. معقولة؟ لكن هذا أبو سليم يزوج أخته سعدية لهيك واحد مثل درباس؟ عم تحكي مزبوط؟ شبك ولا أمي؟ عم تحكي أبو نصرو؟ أبو نصرو عم تحكي صحيح مزبوط؟ شبك إذا تحكي الله يسمع منك، الله يسمع منك. لك يا خيي أنا أبو نصرو إلا صحيح عم تحكي؟ لك أنا هيك شبك درباس ترك سعدية؟ لا رعبتك إلا خي طول بالك طول بالك الله يسمع منك ممنونك أبو نصرو. شو بو أمين جان؟ ما بعرف شو بو شو قصته؟ شو بعرفنا؟ ليش لما سمع بسعدية طار عقله؟ أنا بعرف الناس خشخشت يا شكري. شو سعدية؟ ما أنا سمعت إنه بالأول إنه هو كان بده يتزوج سعدية وأبو سليم ما أعطاها إياه لأنه أجدن. طبعا أجدن. هلا شو أمرك؟ ما يأمر عليك ظالم. شو ما يأمر؟ وين تشيك؟ تشيك تشيك عفوا يا أبا نصرة نسياني ما تويخذني ما ياخذ عقلي الجرايد من عملي الخبرية هيدي تبع الأوتوستراد ولا بجريدة؟ بكرة بتقبض كتير يا معلم شكري. معلوم معلوم. تشيك 900,000 دخلك هيدي تبع الأوتوستراد ما بيحطوها على السي ان ان؟ طبعا كله بالجرايد كله وبالسي ان ان. بدي منك طلب يا أبو نصرة تجيب لي مترجم يقعد على السي ان ان لأنه ما بعرف أحكي إنجليزي. لعيونك الله يرضى عليك. تكرم عينك. شيك يا حبيبي وهذا تشيك 900,000 ليرة. ألف مبروك يا أبو نصر. شكراً. يا أبو مرفا. شو يا فمي؟ دخلوا العرض خفاية طال عنده. يا خي أنا مسؤول هلأ رايح بدي أصرف هالتشيك. استنيني زي ما أصدقوه. أنت يا أبو نصر تشين أتو شو بدو منه الزخلو؟ أنا مالك بدو منه الزخلو يا أبو نصر مالك زين. يا عمي حخشخش لا بإذاعة ولا بتلفزيون ولا بجريدة ولا بمجلة مكتوبة هالخبرية. وين بيكتبوها أولكم؟ ما رح تحط عقلك براسك؟ أنا عقلي براسها وميت وحدة بتتمنينا. يا محلوم شو أنت حبتان ولو درباس الطبل مين ما بيتمنى يكون يعرفها؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ بلا هالشغلات هيدي كلها بقى. لا ما بليها بقى. ها هاك لازم تعرفها ومين أيوة. درباس؟ ها ها مين درباس؟ لكن ها شو أمين؟ خدي سعدية خدي هدول شوفي لمين بدك تعطيهم. شكرا يا أمين. شوف قدون الدرباس بعده هون. ايه بعده هون لانه انا جاي بدي اخذ كل غلطه. شو كل شو بعد في لك هون؟ شو بعد الا
اللي فرشيت سنيننا. ايوه. ومكنت الحليقه. يا سلام. والليفه. والليفه. الليفه يا سيفه. وليه؟ الليفه ومكنت الحليقه وفرشيت سنين. ولمين بعد بيستعملوا؟ في حدا بالدنيا بيستعمل ليفه واحد تينا ولا ما كنت حليقته ولا فرشيت سنينه؟ قلب اللي يستر. خلص خلي لك هني لك. خلي لك هني. روح الليفه والسيفه وما كنت الحليقه. لك روح. معقول لك ابو سليم هذا الدرباس له عانه يقول فرشيت سنين وما كنت حليقه؟ انا بعرف. خير انت شوفي. ابو سليم علي شو بدك منا انا حضير؟ لا ما بدنا الا سلامتك. بس شو هالاغراض اللي جايبون؟ هدول تياب تيابك. شوفوا لمين بدكم تعطون. انت بدك تعطي تيابك كمان؟ لك انا بامرك ابو سليم. انا بامرك يا ابو سليم. يا سعديه. نعم. انت شو بدك مني انا حضير؟ شو بتطلبها انا بامري؟ بدي سلامتك يا عمي. بدك شو يا ابو سليم؟ بدك شا؟ ايه بدي سلامتك. انت شو بدك منا انا حضير؟ يلي بدك بتطلبه انا حضير. ايه روح خطري. روح يا عمي يا عمي. معطر فقير بدي اعرف شو جايب. هذا يا خيي خليهم بالكيس لاخذهم للست ليلى. ايه هلا بس بدي اشوف شو جايب وبتاخذيهم للست ليلى. حطهم هون. شو انا حاكلهم؟ شو هيك؟ امين عاكش الناس. معبى كله وجوطين. شو معه ولا معطر هذا؟ شو؟ أربعمية وخمسين ألف؟ ما معقول. شو أربعة؟ صفر اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شو؟ خمسة وأربعين مليون؟ أمين معه خمسة وأربعين مليون؟ ما معقول. هو ما خمسة وأربعين مليون؟ لأرجع عد أنا كيف تعلمت حوض عشرات مئات عشرات الألوف مئات الألوف ملايين. صفر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ومن بعد الست صفورة في أربعمية وخمسين. أربعمية وخمسين مليون؟ مش معقول. يلا 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 يا خيي. شو بك؟ لوين رايح؟ واصل مشوار. ضبي الاغراض وخذيهم. ضبيهم. شو انا خلصت صرت حر. شو يعني ما فهمت؟ تركت سعديه. ولا شو عم تساعديه حتى تركته؟ يا عمي عقلي ما عم يركب على عقله. جبت اغراضها بتيبها وجيت. شو في بهالكيس؟ جهازك؟ يعني شوية تياب هاك. أنا ظريف نظيف خفيف. ها؟ دلبيت هالم بين؟ أهلا فهمين بيرك لك. مبلوك عطو؟ تاكد سعدية. ألف مبلوك. لك ميت مليون مبلوك. لا هي شو بدنا نقول؟ الله يعيني الله يعيني على العذاب اللي تعذبته. شبك فهمي شبك. طبيعت لو فيها دم هي بتحبك فيها زمان. طول بينك ما تقوي صوتك يا فهمين. تكشفنا هاللي بهدلي. فيه يعني؟ شو فهمين؟ نعم. ما حكيت لي معي؟ لا بعد ما حكينا بالموضوع. لو ليش ما حكيت؟ ما طالتي هلا بنحكي. يلا فهمين. يا ست فهمي. نعم. شو لايك بالطيب بالبيت؟ فهمين؟ هلا بيحكوا من شباك يا فهمين؟ لا طول بالك. طيب بلك ما بدهم ايانا يستعملونا بالذات. شو هيك نطلع لعنده خبط نظار؟ طيب خلص مش هيك. طيب حنقول لك ايه فرد مره. البيت طالب القلب منك. شو رايك؟ مين انا؟ مسكين. شبك فهمين؟ تبدي ليش عملتها؟ شو بدي اعمل؟ شو قصتي؟ لك ولا قصتي ولا زلتي لقد البيت. خليتني اترك سعديه كرمال اخت مرته لزغلول وبعدين اطلع بدون شاه. ايه وانا شو دخلني انت؟ ما نقل الزال من كلمتين او انا بتنضر لقد البيت. هاك لك ايه؟ لكن هاك تو معقول يا فهمين؟ معقول نط لك. لا توضع بين لا توضع بين بطلب تنزيع بتنام بالقهوه مثل ما كنت تنام بالقهوه. فهمين؟
اهلا انا وصلهم. كيفك وينك؟ ما نشوفك. ما تقول شوي ورا هيك في قصه لابو نطره. خير؟ تعرف بالارقام؟ اوه ملك، شوف لي هالرقم هذا. شو هذا؟ قديش يعني 450؟ اه 4 مليون ونص، 1 2 3 دولار، 45 مليون. لا شوفوا مضبوط. ما بعرف عم اصور صوره. شو هذا؟ معقوله 450 مليون؟ 450 مليون هيك؟ 450 مليون. مرحبا شباب. اسعد شباب، انت بتعرف بالحساب بالارقام بالصفوره؟ لانه انا ما عم تركب براسه، عم يحكي فهمان مزبوط وانا قلت يمكن مزبوط. انت بتعرف بالحساب؟ سالني لاله؟ ايه، ما انا كنت موظف حسوب بالزمان. عم يسالنا الله لا تضبط معنا فهمان. شفنا هالرقم هذا قديش؟ شو هذا الرقم؟ 45 ليره. 45 شو؟ ليره. روح شباب، روح لكن يسترك صدرك. 45 ليرة يا حاسوب. أنا وياك منين؟ أهلا أهلا أبو سليم، شرفتي أبو سليم. أنت طبعا ما حدا أشطر منك بالحساب أبدا. أنا ما بعرف غير ماتماتيكو بس. سيك لشوف لوري هالرقم هذا هو بس. بدك تكرم عينك يا أبو سليم. شو بلشنا؟ جين. يا اهلا يا ابو سليم، بقرا لك الرقم بسيطه. هذا شو هالرقم معناته؟ عشرات احد العشرات، مئات الوف، مئات الالوف، ملايين. هودي يا ابو سليم بيكونوا 450 مليون. مليون شو؟ مظبوط. شو بس ابو سليم؟ شو ابو سليم؟ مظبوط. عجبك يا شكرا؟ روح ابن عم عمل حوله ما بيعرفنا ولا شيفنا، عمل حوله ملتهي بالوروق. تسلمني تسلمني، انا شيف مثله بالعصفوريه لدرباس. درباس؟ لك شو اسطور ابن عمك دغري لما سمع بال 450 مليون مدري شكلوه؟ خشخش وراه؟ انا بعرف. شكرا. شو فيها؟ بتشغلني عندك بالقهوه؟ انا شغله؟ بشغله. بس اكثر من 5000 ليره كل يوم ما في. طيب شغلني سقينا وطعمينا ونيمني، بس ما بدي شغلني طعميك وسقين. ولك بتاكل قد بغل انا فيني طعميك؟ لا بالاجر. ماشي ليها بدون اجر ما بيمشي ابدا. طيب ماشي طول بيه. فهمين زوفي، اذا بتريد يعني بتصالحني انا وابن عمي ابو سليم ومرته. مين انا؟ إيه؟ انا ما بحط ايدي تحت برقبتك. نو صرنا صلح يا طاو. فاطركم اسعود صلح معي. اسعود شباب، اذا بتريد تاخذني لعند ابن عمي ابو سليم بتصالحني انا وياه ومرتي سعديه. لا 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 لا، انا ما بحط ايدي تحت بلاطتك كمان. انت دائما بس شوفك بشبك لهذا الصهره اللي بيشبه خنطه منطق. لك ناس خطب العصر عني. روح عنا روح عنا. كل شغلك فهمت. شكرا. لا شو انت ولد صغير؟ شكرا. نعم بتاخذني بتصالحني انا وابن عمي ومرتي سعديه. ما دخلني. طيب. وفقت تشتغل؟ خلص ماشي الحال. يلا يا ولد فوت شوف شغلك بالمطبخ على السريع. نظف الصحون والاواني واشطف الارض بسرعه يا ولد. 450 مليون شو؟ ما معقول يا عم 450 مليون وابين؟ لمن نجيب هالمصريات؟ اشتغل بالتهريب؟ اشتغل باشياء ممنوعه؟ ما خرجوا هالشغله امين؟ وايش؟ كمان حاطط 5 مليون من 6 الشهر، اليوم 12 يعني من 6 ايام. شو يا خيي؟ بك شي؟ لا ما بني شي. كيف لا؟ رحت بشي وجيت بشي. لا جبت خبز ولا جبت بطاطا. معك حق. لشو الاكل والشرب هلا؟ 450 مليون. مين؟ 450 مليون. شو عم بقول؟ شو بقول؟ طيب طيب سعديه دخيلي. شو في امين؟ الغروض انا اللي جبت لك اياهم مشان توزعيهم مننا. ليش بدك اياهم؟ نسي بقلبهم غروض. ليكن بعدهم بالكيس.
يا أمين يا أمين رح تفهمني على شو عم تبرم؟ ايه عغرض نسي غرض ما في شيء. أقول لك أنا وين حطيتها؟ عم تسألني أنا؟ نسي يعني بالبيت وين نسي لك إيه؟ يمكن نسي بشي محل فكري شو عم نسي؟ إيه ما في هذا طريقة واحدة شو في؟ إيه أنا عرفتي شو هي؟ مين كانوا هون؟ هول هلأ أمين كان هون وصار يبرم بالأغراض عن شو ما كان يحكي ولك لا ما عيطتي له كان عم يبرم عادة شو هاي؟ تفضلي قري شو هيدا؟ 450 مليون؟ ايه نعم امين هذا اللي ما بعين حدا اللي الناس عم تتصدق عليه اللي اذا واحد شافه عم ياكل بيقيم اللقمه من تمه بطعميه معه 450 مليون ماني عم صدق 450 مليون ايوه وامين ايه اسكتي ما تحكي ولا كلمه ليك رح نحط له اياهم هون وهلا بس يجي هو ياخذ له انا الاغراض هذا الجيبة طويلة يا خيي ما هلأ أمين برم بالأغراض وما لقي شي وينيك هلأ بس يجي تاني مرة خليه برم مرة تانية بلاقيه عن إذني 450 مليون وأمين لك إيش اسمك يا فهمان سيريد لك عم فكر بهالموضوع هيدي ما عملك بلاطي مزبوط بطلو مزبوط الحقيقة يعني. أي موضوع؟ ولك ما البيت طلق فعدية معي خبر مع خبر؟ عجبك كمان؟ طفي قال شو بده فقمي اختها لنعمة لا وانت تفيد حسب معرفك عم يحكم مع الزغلول متين تكون فقمي لأبو سليم وليش بقى لأبو سليم؟ لأبو سليم كله لأبو سليم ليش ما بتكون لألي أنا؟ أنا قبل كل شيء يا فهمان أرمل وهي أرملة هذا جلدة يعني لألا هي شوف يا فهمان الحقيقة انه في استلطاف بيني وبين فقمة لا يا ابو نصر عم تلعب بعقل البنات ايني بنات بنات تغنتو ما كل اخبار انت اللي الدنيا وبعدين صارت قابرة اثنين وانت بتلي شو عم تقول لا سمح الله يعني لا سمح الله هيك بيقولوا مرحبا شباب اهلا يا امين اهلا كيفك فهمين لك يا امين شو على علمي انك مريض ومعك القلب وما بيتوالك لا تمثيل ولا تحميل شو بدي يعملوا لك يا فهمين بدنا نعيش معك حق اعطينا قهوه لكن هيك خذي يا ابو نصر يا عيوني ثنتين حقوق انا انا اعطي 2000 2000 2000 مني و2000 مني ماشي دلويت سامين ماشي 4000 تكرم قهوتك طيبه يا امين اليوم مو انا عمري انا ما حدا بخلي حدا يعمل لي قهوه بس بحبح لي اياهم ها بس يا فهمان غالي 2000 الفنجان لك هي غالي بس احنا بدنا نطلع وبين امين شبيك تيك يا امين تيك ادعي له لابو نصر ممنون ممنونك يا تمام هديت يعطيك العافيه شو مرحبا شباب اهلا وسهلا شو يا امين شو ابو سليم مبين عدلك رجعت على الشغل لك شو بدي اعمل لك يا ابو سليم اذا انا ما اشتغلت بموت من الجوع مسكين بطلت على الارض بتموت من الجوع لا 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 على كل يا امين انا اليوم عازمك لعندي على البيت على الغداء شو رايك مساعديه طبعا مساعديه بالبيت هي اللي بتعمل الاكل هي اللي بتساوى شو رايك حاضر يلا قوم لشو يلا الحقني خاطركم يا شباب مع السلامه ابو سلوم فوت يا امين فوت فوت يا اهلا وسهلا شو انت حرتان عنا حضرتك سعديه وين شو سعديه شو في يا خيي اليوم جاي امين بده يتغدى عنا لك يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ امين جيب ابو سليم ايه عم تقول لي اهلا وسهلا ايه لكن شو ما اهلا وسهلا انا استاذ لكن انت اكثر من استاذ شو مفتكر حالك حبتان حطهم من ايدك حطهم من ايدك خش تعبان قرب تشوف يا امين قال كنت انا ماني هون قال جيت على البيت قال ما بعرف شو صرت تطلع بالاغراض اللي جبته قال ناسي غرض ما غرض صحيح انا ناسي غرض مني عرف وين حطه افتكرت حطه هون بالتياب جيت محبشت فيه وما لقيت شيء ما لقيت شيء اطلع شوف طلعت شو بدي اطلع اوكي شو بدك فيه انا دمات بحبش ساعه وما لقيت شيء انا ايدي مبروكه لا شو بدك بحبش شو بدك فيه لا روح انا بحبش ما انا فهمان ما انا بدي يا لك
وانا اشوف التياب لا خلص بحبش بور انا ما فيش يا ابو سليم بحبشت انا خلص بدي معك عقوبه انا حتى بدي شو اسمه لا شو بدك بحبش انا بحبش له ملات شعر انا بقلبي ليكو مثل دفتر ليكو نزل لهون هلا جايبه مخزوقه توصل لهون ليكو ما دفتر هذا اللي هون ايه ايه ما طلعت تحت طلعت فوق انت يمكن هيدي جايبه من هون مخزوقه مخزوقه ايه وصيده هون بقلب البطونه ايه طيب 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 ايوه هذا هو شو هذا دفتر توفير